من أساء للدين حقا؟ سلمان رشدي أم رجال الدين؟ لماذا بتنا نفكر بالمقلوب فنجعل من الضحية جلادا ومذنبا ومن المذنب والمعتدي ضحية؟ وكيف أصبح التكفير وكتم الأفواه حقا لا يناقش فيما رحنا ندافع عن حق الدين بدلا من حق عباد الدين وبالأحرى ضحايا رجال الدين؟ أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين، معكم منصور الناصر. نعم أصدقائي، من أساء للدين إرهاب رجال الدين، وليس كتاب سلمان رشدي ولا غيره، وأعني بتحديدا الإرهاب الكهنوتي الناجح، بمعنى أن هذا الإرهاب حقق أغراضه وكان غالبا ناجحا في كل مشاريعه، وذلك بفضل ذكاء رجال الدين من جهة، وأيضا ابتزاز استعداد الناس لابتزاز هؤلاء. حول حادثة الاعتداء على رشدي أو سلمان رشدي أقول أننا أصبحنا وبسبب ذكاء رجال الدين الحاد، ليس الآن، عبر التاريخ رحنا في أغلبيتنا نفكر بالمقلوب، بل عكس السياق المنطقي للتفكير وقواعد الاستدلال، وإلى درجة أننا اعتدنا على هذا النمط من التفكير حتى أصبحنا نستغرب من يخرج علينا من أمثالي وليقول يا عالم الذي الطريقة التي تفكرون بها طريقة خاطئة وعلينا أن نعيد النظر بها. لماذا؟ لأن المتهم هو بالأصل دائما هو رجل الدين وليس الآخرين، وسأوضح هذا الأمر بعد قليل. الآن أضرب دليل على ما أقول في البداية، وهو أن اعتراضات رجال الدين طالت الجميع تقريبا، وهي مستمرة بشكل مستمر، بما بقي رجل الدين هو ودينه نفسه دائما، هو يطالب الجميع بأن يلغون أو يدمرون أو يسحقون أي متغير يحلمون بإحداثه أو ابتكاره، وذلك لأجل أن يبقون تحت وصاية رجل الدين دائما، بمعنى أن رجل الدين هو المهيمن على الجميع، وعلى الجميع إلا ما على الجميع إلا الإذعان. هذا يؤدي بنا إلى أن نعيش دائما في ظل أزمة، وهذه الأزمة يصطنعها رجال الدين، فهم يضعوننا دائما في تحت مطرقة الدين والمقدسات، وما على الجميع إلا إرضاءهم بسببها ومداراتهم طبعا، لأننا نعرف أنهم يستعملون أوراقهم السرية بشكل غير، يعني أقدر أقول في غالبا غير أخلاقي وغير نزيه وبالغ القسوة والدموية والوحشية، والتاريخ مليء بهذه الأمثلة. حصل يعني دائما سنويا احنا او كل سنة او شهر او شهرين عندنا ظاهرة من هذا النوع، مثلا الشعب اللبناني اللي ضرب او طعن سلمان رشدي، وايضا قبل الشيشاني اللي قتل المدرس في باريس، ومجرد رسومات وما الى ذلك. هذه كلها توضح مدى سلطة هؤلاء، ومدى أيضا استعدادنا لتقبل منطقهم البشع الديني البشع. سأوضح هذا الأمر أو هذا الفهم المقلوب في نقاط. أولا، أن القضية تتعلق برجال الدين وليس بسلمان رشدي ولا غيره، فنحن نتوهم لو قلنا أن الأمر يتعلق بسلمان رشدي وكتابه وما جاء في كتابه، أو حتى الأمر يتعلق بموضوع ما يسمى بالإساءة للدين. الأمر بأكمله هو عبارة عن أو يتعلق بالتعرض لسلطة رجال الدين على كل ما يمس بهذه السلطة، في مقابل ماذا؟ في مقابل السماح لهم بحرية انتقاد ومنع ومعاقبة كل ما يرون أنه يعترض طريقهم، أي أنهم ليعترضون على لهم حق الاعتراض على الجميع، لكن لا حق لأحد أن يعترض عليهم. وهذا يعني هذه قسمة ضيزة بحسب العبارة الدينية أو القرآنية.
لهذا هم هؤلاء لكي ينفذوا سلطتهم أو يمارسون هذه السلطة يتبعون استراتيجيات كثيرة جدا لتحقيق أطماعهم الاستبدادية وليس أطماعهم الدينية، لأنه هو الوجه الخارجي لكل ما يحدث هو الدين والمقدسات، لكن الحقيقة هي مسألة سلطوية بشعة تحاول أن تبتز الناس وتفرغهم من محتواهم الإنساني وتدمر حرياتهم الأساسية. وهذا الأمر كيف يحققونه؟ يحققونه عبر إرباك الرأي العام بفتاويهم الغريبة، وأحيانا وهي فتاوى غالبا ما تكون فتاوى إرهابية تسلطية قسرية وبها شيء من الوحشية، وأيضا بها شيء من اللامنطقية والانتهاك لكل الحرمات. لهذا هم ماذا يفعلون لكي يمارسون هذه العملية؟ يختارون الأسماء اللامعة، خاصة تلك التي تعبر عن حريتها في القول والفكر والعمل، ومن هؤلاء سلمان رشدي. وهذا معناه كما قلت في منطلق هذا الفقرة الأولى أن أو الحادثة الانقلابية الأولى أو الفهم المقلوب هو أن من أساء للدين هم رجال الدين وليس سلمان رشدي ولا كل من يعبر عن رأيه من الأسماء المعروفة. الثانيا أن المشكلة ليست في الرواية نفسها أو يعني رواية الآيات الشيطانية، بل في الروايات العديدة المطروحة عنها. فكل ما يقال عن الرواية هو بحد ذاته يعني ممكن أن يشكل رواية أخرى، وعني أن الرواية الأصلية تبقى رواية ويبقى كل ما فيها ضمن هذا الإطار، لا يمكن أن الخروج إخراج الرواية وأحداثها خارج النسق الروائي، تبقى هي رواية حلمية ويعني من أنماط تصنف ضمن الواقعية السحرية اللي من عندها واقعية سحرية لي ماركيز غابريل غارسيا ماركيز، فهي ضمن هذا الإطار لا نستطيع نقلها من هذا المستوى إلى مستوى آخر. صحيح هو يستعمل حقائق تاريخية مثل أي رواية آخر، يستعمل حقائق تاريخية ويحاول يشتغل عليها بطريقته، وهذا that's it، يعني ماكو شيء أكثر من هذا. خلي يفعل يعني، فإحنا مهما تفذلكنا مهما حكينا مهما وضعنا رواياتنا الخاصة عن هذه الرواية، طبعا احنا هي رواية لكن احنا نضع رواياتنا الخاصة عن هذه الرواية ونؤلف آراءنا حول هذه الرواية، يعني احنا هذه الرواية لم تقرأ بطريقة صحيحة كرواية انما حملت اشياء اخرى، وسنناقش هذا الموضوع. وبناء على كل هذا الكلام أقول أن المشكلة ليست في الرواية بل في من يخرجها عن سياقها. هذا هو الشخص المتهم وليس الروائي الذي كتب الرواية. هو يبقى إنسان بسيط أو إنسان منفرد. هؤلاء الروائي ليس شخصا لديه يعني أتباع أو فرق أو انتماء إلى أحزاب، هو مجرد رواية ويكتب رواية، يعني عمل أدبي فني وممكن التغافل عنه وينتهي الموضوع. لكن لا، هناك من يريد أو يرغب بإخراجها عن هذا السياق. أنا شخصيا اطلعت على هاي الرواية قبل نحو 30 سنة، كانت رواية صعبة جدا، صعبة ولغتها لغة يعني حتى الإنجليز ما يعني الإنجليز المتوسطي الثقافة واللي عندهم لغة على مستوى رفيع لا يستطيعون فهمها جيدا. لكنها هي كرواية تعيد سيرة النبي وأصحاب النبي بطريقة ممكن نقول عليها شيطانية، خاصة في الفصل الثاني من أدها، وبعد ذلك مع عائشة في الفصل الرابع والسيدة عائشة، وهذا جزء من فنية العمل الأدبي، وهذا كل ما في الأمر. ثالثا أن الضجة كما قلت حول الرواية لا علاقة لها بالرواية. كيف؟ فعندما نراجع الأحداث نجد بأن التظاهرات خرجت ضد الرواية بعد 9 أيام من نشرها، هذا رقم غير طبيعي. الرواية من حجم تقريبا 800 صفحة، متى قرأوها؟ متى أثيرت هذه الضجة؟ من نظم هذه التظاهرات بهذه السرعة؟
هذا شيء لا يبدو على الإطلاق طبيعي، إنما هنالك من لديه قضية ويحاول أن يجد أي مبرر لأن يثيرها وأن يمارس سلطته بطريقة أو بأخرى على الآخرين. هناك أيدي حتما تركت بصماتها على هذه الرواية، على هذه الرواية الجديدة حول هذه الرواية. يعني الرواية الآن اللي يتحدث عنها لا علاقة لها بالرواية الأصلية، وهذا اللي أنا أعتب به كثيرون يتحدثون عن الرواية وكأن المشكلة داخل الرواية. الحقيقة لا، المشكلة حول الرواية، وهاي المشكلة والرواية التي خلقت حولها هو هذا الموضوع الأساسي، وعلينا أن لا نناقش ما فحوى الرواية. فحوى الرواية هي حجة لممارسة السلطة من قبل، يعني ممارسة سلطة رجل دين أو كاهن أو أي قوة اجتماعية موجودة بيننا جميعا. وهذه الرواية الجديدة على الرواية الموجودة هي تريد أن تقول أو تنشر رسالة واضحة للجميع بأن من يتعرض لسلطة رجال الدين ونصوصهم هو مصيره مجهول، وأن هذا الإرهاب الكهنوتي اللي أسميه إرهاب كهنوتي هو الواقع الذي نعيشه جميعا الآن. فعلا هناك إرهاب حقيقي ضد الجميع، ليس بيننا فقط في بالمشرق دول الشرق الإسلامي العربي، بل حتى في الغرب. بمعنى يعني احنا بالعراق نسميها بمعنى ان رجل الدين المسلم تمكن من جربوش الجميع، او يعني ما اعرف بالكلمة العربية العامية تقول انه استطاع ابتزاز الجميع وتخويفهم. انا اقول بان رجال الدين هم اناس محترفي اعلام جماهيري بالفطرة، وهم دائما لديهم هاي القابلية على انتم هاي الكاريزما للسيطرة على الجموع والحشود أتم، ويتمرنون على هذه العملية يعني منذ بداية حتى النهاية. ولهذا هم ليسوا من السذة، ليسوا سذجا إلى حد أنهم لم يكونوا يتوقعون انتشار صيت الرواية. لماذا؟ لأن هذا هو المطلوب. يعني هناك من يتحدث يقول أنه هاي اشتهرت الرواية، وأن أن هذا المنع أدى إلى اشتهار هذا الشخص وحصوله على أرباح هائلة جدا، وأن الرواية لا قيمة لها فنية، وحتى لو كانت لها قيمة فلم تكن تستاهل كل هذه الضجة. بالحقيقة ليس هذا هو الأمر الصحيح. الأمر الصحيح هو أن هذه الرواية بالعكس هي التي رفعت سمعة رجال الدين وجعلت سلطتهم نافذة على الجميع، وكسبوا منها خطوات كثيرة، وسأتحدث عن هذا بعد قليل. الفهم المقلوب الرابع هو أن الإرهاب الكهنوتي، طبعا ولا أقول الديني أو الروحي لأن هاي مسألة أخرى، أن الإرهاب الكهنوتي نجح فعلا. لماذا؟ لأنه ما اتضح هو أن ثمن عدم الاستجابة لهذا الإرهاب تحت ستار طبعا عدم الإساءة للدين هو ثمن باهظ جدا، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الحكومات. كيف؟ لأن هذا الإرهاب الكهنوتي يلغي حضور الجميع أمام الكهنة، يحول الجميع إلى مجرد أتباع ومجرد منصتين، والويل لكل من يحاول أن يناقشهم بكلمة. هذا يحول الناس جميعا أو الجماعات والمجتمعات إلى مجرد يعني أتباع كما قلت، يتلقون التعليمات وما عليهم إلا تطبيقها حرفيا، وإلا جرى حدهم وقمعهم وحتى قبلهم قتلهم من قبل أي عابر طريق، يعني يحللون دمه كما حصل مع سلمان رشدي، ويدفعون أموال ليست من جيبهم طبعا، هي من أموال الدولة، كما دفعوا 3 ملايين دولار. تخيلوا هذا العملية، أي شخص يقوم بهذه العملية هو مصيره الجنة. ويكفي أن نطلع على فتوى الخميني، خليكم تشوفوها، هذه هي الفتوى ونص الفتوى الخميني اللي صدرت يوم 25/11/1989. الرواية صدرت أتذكر هناك خطأ، أعتقد العفو خطأ بالتاريخ هذا، لأنه تاريخ الصدور الرواية هو الشهر نهاية الشهر التاسع، يعني تقريبا 3 أشهر. هي هذا تاريخ الفتوى 15/2
89 الرواية نشرت قبل هذا بأربعة أشهر. وعندما أصدر الخميني الفتوى كان لا أعتقد توفي بعدها أعتقد بثلاثة أشهر، كان مريض بالسرطان وأدى أمراض كثيرة وفي حالة يرثى لها كما يقال، وكان عمره حدود 90. لكن هنا الملاحظة الغريبة أنه لماذا صدرت هذه الفتوى، ولماذا بعد يعني نهاية الشهر التاسع صدرت الرواية وبعدها بتسعة أيام ظهرت المظاهرات أو خرجت المظاهرات. والغريب أن الفتوى تحدد تفاصيل، يعني حتى الناشر يقتل، وفعلا قتل كثير من الناشرين أو المترجمين، وتعرض خاصة في تركيا أحد المترجمين إلى تركيا تعرض إلى محاولة اغتيال وأدت إلى مقتل 35 شخص. تخيلوا عدد القتلى بسبب هذه الحادثة، فضلا عن هذه المظاهرات التي حدثت بعد صدور رواية بتسعة أيام وأسبوعين أدت إلى سقوط نحو ستة أشخاص أو سبعة ما أذكر بالضبط. وأيضا المترجم الياباني تم قتله في مؤتمر صحفي، وهنالك أيضا آخرين تم الاعتداء عليهم بسبب هذه الفتوى تحديدا، لأنها أيضا قررت أفتت بقتل من يترجم هذه الرواية. وعليه أنا أقول يعني الفهم المخطوء أو الفهم المقلوب الثالث هو أو أعبر عن أنه من حق كل إنسان أن يتناول تراثه الفلسفي والثقافي والديني والاجتماعي كما يشاء، وهذا الحق يبدو أن رجال الدين يريدون اغتصابه، وأدى إلى أن يعني يصبح مبدأ أن لا حق لأحد أن يعترض على رجل الدين هو حق كأنما لا يناقش، بل أصبح أن كل من يحاول أن يناقش هذا التراث والماضي والكتب التي ما زالت حاضرة في يوميا بيننا تمارس علينا على الجميع، هذا لا حق لك بمناقشتها. أي من أين أتى هذا الحق؟ لكن الكل يقول أنه هناك حق للتعبير الإنسان للنا، هناك حقوق التعبير والرأي والفكر مضمونة للجميع، والحقيقة هذا كلام مزيف ونفاق ما بعده نفاق، وعلينا فضح كل من يتحدث بهذه اللغة وعدم السماح بقلب الحقائق بهذه الطريقة. الحالة السادسة، وهي أن هناك انحرافا في الرؤية لدى الجميع تقريبا، وهذا الانحراف مصدره رجل الدين الذكي الخبيث والبالغ الخبث والمهارة والخبرة وفي السيطرة على الجموع والحشود وتصنيع الحشود والأتباع. والأمر كيف أوضح الأمر؟ إنه الجميع تقريبا باتوا يتحدثون عن إساءة سلمان، يعني وليس الأمر أنه من أثار فكرة الإساءة ومن صنع هذه الفكرة أصلا ومن بات يطبقها ومن جعل الجميع يصدقون هذه الفكرة. وبدليل أنه احنا بتحليل بسيط نجد أنه مجرد أن نتأمل هذه المسألة نجد أن هذا وهم لا وجود له، وأن من أساء هو الدين وأهل الدين للناس أجمعين. المشكلة وين؟ فقط أننا نخشى إرهاب الطرف الثاني أي الدين ومن يتولى أمر الدين. فماذا نفعل؟ نختار طريق الرؤية المنحرفة، يعني احنا نفضل أن نكون منحرفين في أفكارنا وسلوكنا وفي أقوالنا بدلا من أن نتورط ونواجه رجل الدين، لأنه هو يبتزك في جميع النواحي، وعندما يصل إلى حد الأقصى في الاصطدام معك يعني يتهمك بالتعرض للمقدسات، وهي المقدسات اللي هو يصطنعها نفسه. لكننا هذه واحدة من يعني المواضيع التي سأثيرها في نقطة أخرى. الفهم المقلوب السابع، وهو أن القول بحق سلمان رشدي بقول ما يشاء
قاطع ومنافق، أعني من يدافع عن موقف سلمان رشدي ويدافع عن حقه في التعبير. هذا القول خاطئ وغير منطقي وأيضا منافق. لماذا؟ لأنه يقلب السياق المنطقي لطرح الحقائق، أي أن يقال لا يحق لرجل الدين أن يقول ما يشاء، وليس أن يقال بأن سلمان رشدي له الحق أن يقول ما يشاء. هنا القضية التي يجب أن ننتبه لها، والسبب هو أن من أمر بالعنف أو البادي أظلم كما يقال، من أمر باتخاذ طريق العنف هم رجال الدين وأتباعهم وليس العكس. ففكرة أن شخصا ما أساء للدين لا يمكن ضبطها، لكن يمكن أيضا بالوقت نفسه معرفة رغبة من يطرح هذه الفكرة، رغبته بأن يمارس السلطة على الجميع ويفرضها على الجميع. للكل بالتالي حق وصف الإسلام والثقافة الإسلامية بما يشاء، ولهذا علينا ماذا أن نفعل حتى لكي نقوم الأمر؟ علينا أن نبدل صيغة القول بأن نقول أن لكل متدين ليس من حقك منع أي إنسان من قول ما يشاء، وليس أن نقول أن فلان قال شيئا وهذا من حقه. هنا القضية الاختلاف في التعامل وفي القول وفي اتجاهات التعامل، أنه تذهب إلى الطرف الضعيف وتقول عنه لديه حق أن يقول ما يشاء، بدلا من أن تقول إلى الطرف المهيمن والمتسلط أنك لا حق لك بأن تقول ما تشاء وأن تترك الجميع. هذا الذي التصرف الصحيح. الموقف السابع أو الثامن، الفهم المقلوب، هو القول بأن رجال الدين أخطأوا في تكفير أمثال سلمان رشدي، فأن هذا القول هو غير صحيح. ومثل يعني مواقف الخميني، القرضاوي، ابن باز، عثيمين، وأيضا مواقف بعض القادة الحركيين مثل حسن البنا وسيد قطب وبن لادن والبغدادي، ما شاء الله أسماء كثيرة كلها كانت لها دور في مقتل مئات الآلاف من البشر. على العكس، هؤلاء موقفهم مراغماتيا هو الصحيح، لأنهم من يرون في منظورهم الديني أنهم في حالة صراع، صراع وجودي بمعنى الكلمة، صراع وجودي مع قيم العصر الحديث بكل ما فيه. فهؤلاء وفقا لهم يعني يرون أن هنالك عملية اعتداء يومية بل لحظية تجري بحق دينهم، وهم مع هذا ردوا هذا الهجوم الشرس عليهم الذي يعتبرونه شرسا بأنه تمكنوا بعد نصف قرن من النضال الديني إذا صح التسمية، امتصاص صدمة الحداثة والعلم في المنطقة العربية والإسلامية، خاصة بعد منتصف القرن العشرين حتى يومنا هذا. فهم تجدهم تمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم، ونجحوا في النهاية لحد هاي اللحظة في شن هجمة مضادة ما زلنا نعاني منها ونشاهد آثارها يوميا، بل باتت تغرقنا في كل مكان، أماكن حياتنا اليومية، في الشارع، في المنطقة، في السوق، في المدرسة، في وسائل التواصل، في كل مجالات الحياة. هناك أيضا النقطة العاشرة، هناك أيضا من يحتج أو فهم مقلوب ممن يحتج على تكفير رجال الدين المسلمين للآخرين، لكن الحقيقة هي غير هذا تماما، أنه علينا أن لا نرحب بشخص من هذا النوع. يبدو غريبا هذا الطلب، لكن لماذا؟ لأن هذا الاحتجاج لا قيمة له، ويدعي فيه أصحابه أنهم يتخذون موقفا إيجابيا، والحقيقة ليست كذلك، لأننا هكذا لن نخلص الإسلام من حمى الإرهاب والدم وحمامات الدم كما نأمل طبعا ويأمل الجميع. الحقيقة عكس هذا تماما. كيف؟ لأن المناهضة للتكفير هي مجرد دس لرؤوسنا في الرمال مثلما تفعل النعامة، هو تحاشي جبان ورأديد لأصل المشكلة.
وهي السلاح التكفير نفسه أو فكرة التكفير نفسه ومن يصدرها. القضية بالتالي تكمن في تبعات التكفير كالقتل والإرهاب، وهذه التبعات خاصة بالإسلام وتحديدا الإسلام الشمولي الذي يرفض الآخر والذي يعتبر نفسه هو الدين الصحيح وكل ما عداه باطل. هذا صحيح أنه قد يخرج أحدهم ويقول التكفير موجود بكل الأديان، صحيح، لكن الإسلام يختلف عن الآخرين بأنه يمنح نفسه هذا الحق العجيب الغريب بأن يشرع حقا خاصا به وحده في الحكم على الناس عكس باقي الأديان، والحكم على يعني يحدد مصيرهم وحياتهم ويحدد يعني إمكانية بقاء الرؤوس على الأكتاف أو لا. هذا الأمر يجب أن ننتبه له، وهو تعبير طبعا صارخ عن هوس الكهنة بالسيطرة على الجميع. فمن يدعي بالتالي معارضة التكفير عليه أن يعارض أصل المشكلة إذا كان إنسانا منصفا أو غير منافق على الأقل، أو أدعو من لا يدرك يعني جوهر اللعبة هذه حق الإدراك، وهي وعني أن علينا أن ندرك بأن هي المسألة تتعلق بالعنف الجوهري الكامل في أصول وأركان الدين الإسلامي الشائع. طبعا دائما أحدد كلمة دين أقصد بها الدين الشائع، والإسلام أقصد به الإسلام الشائع. لا أرجو أن ينتبه الجميع لهذه العبارات والمفاهيم، ولكي لا يقال بأنني أتحدث عن الإسلام الذي في القلوب أو ما يسمى بالدين الصحيح الذي يؤمن به الجميع. أنا أتحدث عن الدين المعاش أو الذي أثبت حضوره في عالمنا المعاصر أو عبر التاريخ بأكمله. أيضا هو هذا الدين الشائع والإسلام الشائع هو العنف كامل فيه الجوهري كامل أو أسس من أسس الأساسية، وهذا العنف هو الذي يعبر عن هذا الدين الشائع الإسلام الشائع. كلمة إسلام الوحدة هي تعبر عن هذا العنف الجوهري الموجود داخل الدين، لأنه الإسلام معناته الاستسلام. لا تصدقوا الأكاذيب بأنه تعني شيء آخر، هذا الكلام السمج يعني لا أدعو أحد إلى التصديق به. النقطة 11، أننا نلاحظ أن التوجه العام في تناول الموضوع ما زال سطحيا جدا، وهذا يشي بأننا من وطأة ما نحن فيه ويعني قلة النوافذ التي نعبر بها عن ذواتنا أصبحنا لا نفكر بطريقة فيها شيء من العمق والتفهم والتفهيم إذا صحت العبارة لتحليل ما يجري. هذا يكشف بالنتيجة عن فشل في الإدراك والوعي، حتى الوعي الاعتيادي بواقعنا المعاصر. وطبعا السبب معروف، لأنه حجم الهجمة الدينية الشرسة على الجميع أنهم يتواجدون في كل مكان، وأنا أحسدهم على هذا الإخلاص لمشروعهم والإخلاص طبعا شو نسميه، الإخلاص العصابي أو يعني الكفاحي أو الأيديولوجي أو العقائدي لمشروعهم. هذا الإخلاص والتكاتف والتلاحم الذي يعوز الجميع، هذا هو اللي جعلهم يربكون الجميع ويجعلون الجميع في حالة خشية وخوف وعدم استقرار دائمة، بينما هم دائما عندنا الدين الصحيح ونثارتين ولا نتغير. ما من يتغير هو أنتم، لأنكم أنتم الخطأ، إحنا صح دائما. تخيلوا هذا الثنائية أو ثنائية الموقفين، يعني فرق بين الموقفين، هذا ثابت هذا متغير، والمتغير دائما متلاحم مع بعضه يعني حتى العلمانية تلقاهم مختلفين مع بعضهم، لا يستطيعون تشكيل أي جبهة أو تكتل خاص بهم يثبت حضورهم في الميدان أو ميدان الحياة والحضارة أو العلم أو المعرفة ككل. النقطة 12 هي أن قضية سلمان رشدي ومشاكل لا تتعلق كما يناقش الجميع بالدين، بل برجال الدين. لماذا؟
لأننا نتغافل عن حقيقة أن الدين لا وجود له دون رجال دين. وهذا هنا كأننا صدقنا الكذبة، نبدو كأننا صدقنا هذه الكذبة ورحنا نساير رجل الدين في مزاعمه دون نقاش على أصل كلامه وفصله وليس عوارضه. يعني عندما يتحدث رجل الدين نتوقع كما يزعم هو بأنه يتحدث عن الدين، لكن في الحقيقة هو يتحدث عن نفسه، يتحدث عن دينه هو. سيقال طبعا احنا لا، هنالك فارق ومسافة بين الدين ورجل الدين. وحتى لو افترضنا رجل الدين سيذهب، فأن الدين باقي بنصوصه وكتبه وتراثه. أنا أقول له هذا كلام خاطئ غير صحيح. نعم، الدين باقي بنصوصه وتراثه وكتبه، مثل ما بقت ملحمة قلقامش وإيلوما إيليش أو ملحمة الخليقة البابلية اللي انتحلها اليهود، يهود بابل، وأصبحت سفر التكوين إيلوما إيليش عندما في العلا، يعني هي اللي صارت، يعني فتقت فيها السماء على الأرض وظهرت الماء وعندما تعامد تم تقطيع جسدها وتشكيل الإنسان، ويعني الصورة التكوين بأكملها. هذه هي كانت عبارة عن دين، يعني نص ديني مقدس، كان الناس تعبدوا، كان الآلهة، لكن انتهى. فهذا أيضا دين، لكننا الآن نقرأ كملحمة أدبية، يعني شيء من فيه شيء من آثار الماضي ومشاغله ومتاعبه وأحلامه وأساطيره وقصصه وحكاياته. أيضا كتاب الموتى، الدين انتهى لكن الكتاب بقي موجود. فالمزائل من يقول بأن الدين يختلف عن نصوص رجال الدين، أنا أقول له لا، أنت متوهم عزيزي. رجال الدين هو هم الدين نفسه. هذه النصوص إذا بقيت معزل عن رجال الدين لا يعود فيها أي دين، إلا حين يأتي أحدهم فيعتبرها دينا، حينئذ يقال عن هذا الرجل رجل دين، أي أن الدين في النهاية كما قلت هو رجال الدين تحديدا بدون أي لف ودوران، أي أن الدين أكرر هو رجال الدين ولا شيء آخر معهما ولا بينهما ولا خلفهما ولا قبلهما ولا بعدهما ولا فوقهما ولا تحتهما. هذا الدين هو رجال الدين، كما يقول لا شيء، يعني نوعا ما بها ذكرت، هذا تشبه مقولة جاك دريدا، لا شيء خارج النص. فهو نفس الشيء، الدين هو رجال الدين ملاك آخر. هذا الحقيقة النهائية. ولو كان النص الذي نتحدث به هؤلاء الرجال أو الكهنة نص عمره 1000 سنة أو 2000 سنة أو 5000 سنة، نص أو نبي ظهر قبل 2000 سنة، فلا علاقة لنا بهذا الأمر، إنما هي قراءة رجال الدين هي التي تفرض على الناس. هذا أنا قلت في حلقة من حلقات سابقة أنه أن الناس تعبد رجال الدين مباشرة وليس الدين ولا نبي الدين ولا صحابته بل ولا حتى إله الدين. الناس تعبد رجال الدين تحديدا دون لبس ولا دوران. وأدعو كل من يعترض على هذا القول بأن يثبت لي العكس، ويثبت لي العكس ليس بهذا الطريقة العادية. على كل من التعليقات اللي أثارت انتباهي في الفيديو الأخير عن سلمان رشدي اللي انشرته ليلة البارحة، قال فيه أنه أن القرضاوي قال أنه لولا حد الردة بعد وفاة النبي لانتهى الإسلام، وأتحدث عن هذا الموضوع. بهذه المناسبة راح أطلع لكم ما قاله القرضاوي. تركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين، إن هذه جاءت في المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة، مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد. حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن مسعود لا يحل مرين إلا بإحدى ثلاث،
السيد الزاني والنفس بالنفس، النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وحديث الصديق هاني هادي أشار إلى هذا الموضوع. طبعا هذا التصريح من قبل القرضاوي يوضح لنا بشكل دقيق وواضح وبدون لبس ولا دوران أن هذا الدين هو دين يمارس سلطته عبر السيف وليس عبر الحوار ولا التسامح، وأنما هذا الدين هو هكذا. وعندما نأتي ونحاكم التاريخ أو أي إنسان يطلع على التاريخ يجد بأن الدين قام بحد السيف، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فهل يا ترى هذا النموذج صالح لأن يكون ممثلا لدين يعتنقه الجميع؟ ما معنى الإيمان؟ ما معنى العقيدة؟ ما معنى أن نكون متدينين؟ ما معنى وجود إله يعاقبنا بهذه الطريقة أو يفرض علينا كل شيء؟ هذه أسئلة كثيرة وخطيرة جدا يجب أن نصرح بها. ما يقوله صديقي هاني هادي أننا نفهم الأمور بطريقة مقلوبة، ونيتشه يقول أنه مفهوم قلب القيم، دائما يقول رجال الدين هم بارعين جدا في قلب القيم ويحولون الصدق إلى كذب والكذب إلى صدق والشفقة إلى شيء عظيم والعكس أيضا، فدائما تجد لديهم هذا التقلب أو يعني الاستخفاف بالقيم الأساسية التي يؤمن بها الناس الطبيعيين وليس المتدينين. ما قاله صديقي هاني هادي أنه إرهاب المفكرين وتكميم الأفواه حافظ هو الذي حافظ على الإسلام حتى يومنا هذا. بالتالي فإن ما يطالب به التنويريين من رجال الدين هو المستحيل بعينه، فلو أصبح الدين ما شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما شاء فليؤمن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولو تركنا كل من أراد نقد الدين بدون عقاب واعتبرناه حرية شخصية، ولو لم نرهب الخارج عن القطيع من ارتداء الحجاب والإفطار في رمضان وغيره واعتبرناه حرية شخصية، فماذا سيتبقى لنا كرجال دين من سلطة ومن تبجيل؟ بل لن يتبقى لنا من عمل، سنصبح عاطلين عن العمل. فهل يصمد الإسلام دون عنف وإرهاب وأقصاء؟ هل سيصمد هذا الإسلام للانتقاد الحر على نطاق واسع؟ وكم من الوقت سيستطيع الصمود؟ وإذا سقطت المرجعية الدينية في بلداننا، ألا يشكل هذا خطر على المنظومة الحاكمة؟ وماذا سيفعل الدكتاتوريين أو الدكتاتوريون مع شعب يعلم أنه سيعيش فقط هذه الحياة ولا وجود لحياة أخرى؟ بالتالي يقول الخلاصة أن الدين والحكام هما وجهان لعملة واحدة يدعم كل منهما الآخر. هناك تعليق باي ذا واي يعني رز مارتينيز للأعلى شوية، يقول مشكلة حراس المعبد أنهم لا يواجهون الفكر بالفكر لمدى صدق الفكر الآخر، ويستعملون الترهيب والعنف لتكميم وإسكات كل ناطق بالحقيقة. وقال بعد ذلك تحياتي لك أستاذ. أيضا مقولة مهمة لفهد لصديق بحسابه اسمه Human Rights for All، يقول نجيب محفوظ فرج فودة وآخرين والآن سلمان رشدي، هذه هي ثقافة العنف والإرهاب، وهي جزء من ثقافة الإسلام السياسي وأنظمة الاستبداد الديني مثل نظام الجمهورية الإسلامية الفاشية. صديقي الرائع حاتم يوسف قال شيئا مهما أيضا، قال إن أغلب المسلمين حكموا على الرواية من عنوان الرواية وهم لا يعلمون ما هو مضمونها، المعلومات عنها قليلة وهي لم تترجم على للعربية، ترجمها كاتب تركي باللغة التركية وقال أنها غامضة بنص أدبي عالي المستوى، وهي تتحدث عن شخصيتين تمثلان الخير والشر، وهي الأولى شخصية جبرائيل كما فوتش كما يسميها رشدي، وشخصية تمثل الشر ممثلة بشخصية تشبه إلى حد ما شخصية الإمام الخميني، ويتحدث عن هذا الموضوع بطريقة يعني بها تفصيل. وأنا سأقدم بعد هذا الفيديو
موجز لرواية سلمان رشدي. ختاما أقول بأن علينا أن ندرك بأن المسألة لا تتعلق بسلمان رشدي، وحتى لو كان أساء فعلا فهذه قضية ليست قضية لها علاقة بقتل أو دعوة الناس إلى قتل أي شخص لمجرد أنه أساء للدين. الدين هو دين رجال الدين مهما كانت الأحوال، ومن يقتل ومن يأمر بالقتل هم رجال الدين، لأنهم هم الذين يزقون هذا الدين في أفواه الجميع، فبالتالي هذا الدين هو يمثلهم مهما حدث في الشارع، مهما حدثت من مساوئ أو حسنات من خلال الدين. لو كان هذا الدين فيه حسنات لظهرت حسناته في كل مكان. لو كان هذا الدين لا يستطيع أن يضبط نفسه ولا يضبط تجار دينه كما يزعمون، ولا يستطيع أن يصحح نفسه بنفسه، فما جدوى، ما حاجتنا لهذا الدين؟ إذا احنا نتحجج بكل بين لحظة وأخرى بأن هذا لا يمثل الدين وذلك تاجر دين وهذا كذا، فما معنى هذا؟ يعني تخيلوا هنالك أطباء الآن، أطباء بالعالم كله، مستشفيات الآن، مستشفى هذا يقول لك هذا المستشفى لا يمثل الطب، وذلك المستشفى لا يمثل الطب، وهذا المستوصف من فيه لا يمثلون الطب، هل يوجد من هذا النوع؟ ويأتي بعد ذلك رجل الدين ويتحجج بأنه مختص مثل الطبيب. تخيلوا المفارقة والضحك على الذقون إلى أي حد وصل. الخلاصة أقول كل ما يحدث هو باسم الدين هو مسؤول عنه رجال الدين والدين نفسه، لأنه هو صادر عن الدين، لا وجود للدين دون رجال الدين. وشكرا جزيلا وأسف على الإطالة، مع السلامة، مع الله يعافيك.